طيب الأدوية تاني اللي بتفضل. بخاخات الربو على فكرة دي مهمة جدا جدا، لأن في ناس بتعاني في موضوع البخاخات الربو وبخاخات الأنف اللي هي بخاخات الجيوب الأنفية. في ناس مش بتعرف تتنفس فعلا من غيرها وعايش عليها. دي ما فيش منها أي مشكلة خالص، بدم فيها ضرورة قصوى لأخذها. كل الآراء بتقول عادي ما فيش أي مشكلة. الرأس اللي بتتحط تحت اللسان على فكرة، الحبوب اللي بتتحط تحت اللسان لمرضى الزرحة الصدرية مثلا ممكن، بس أهم حاجة بواقي، اصل هي بتمتص من تحت اللسان ما بتتبلعش. لو فضل بواقي منها ما يتخلص منها، ما يبلعهاش. انما لو فضلت تحت اللسان ما فيش مشكله، لا عادي. اصل على فكره دي حاجه يعني بتحافظ على الحياه، يعني لو حد انه فيها ضروره ضروره قصوى، بس اهم حاجه ما يبلعش البواقي بتاعتها. يعني ممكن يحطها تحت لسانه وبعد كده يتمضمض مثلا، انما ما يبلعش البواقي بتاعتها.